السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. معكم انا، رجعت لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم يا جماعه راح يكون عن نصائح واشياء لازم تتبعوها حتى تجيبوا كتير فلوس بيك اكس دي، حتى بدون ما تكونوا يوتيوبرز باللعبه او بدون ما تشحنوا. لكن يا جماعه قبل ما نبدا، لسه عندكم تشتركوا بالقناه وتحطوا لايك للمزيد من الفيديوهات. فاوكي، فاول شيء يا جماعه، مشان تجمعوا كتير فلوس وجواهر بيك اكس دي، بدي اقول لكم اشياء لازم تعملوها واشياء ما لازم تعملوها، وبتضيعوا وقتكم على الفاضي باللعبه، ما تجيب لكم ابدا ولا شيء. اوكي، فاول شيء يا جماعه بدنا نبدا بالاشياء اللي بتجيب لكم كثير. فافضل الاشياء يا جماعه انه تلعبوها حتى تجيب لكم اشياء هي لعبه تجميع الفواكه. ليش؟ لانه لعبه تجميع الفواكه يا جماعه، شوفوا خصوصا بعد التحديث الجديد، صارت تعطيكم 603 نجوم. واذا اوكي خلينا نلعبها، واذا شفتوا اعلام تعطيكم 800، فتخيلوا. فالصراحه يا جماعه هيك بتكون هاي اللعبه كتير رائعه. اوكي، فخلينا نجمعها ونشوف انه كيف بدهم يعطونا هن كتير مصاري وجواهر بعد ما نسوي كل هذا الشيء. اوكي يا جماعه، انا جمعتهم كلهم، طبعا وقفت الفيديو لانه راح يكون ملل انا عم جمعهم هيك. اوكي، فيلا يا جماعه حاولوا ان دائما جمعوهم اسرع ما فيكم. اوكي اوكي، كم نجمه؟ 3 نجوم يا جماعه، ومثل ما شايفين حصلنا على 600 كوين، واذا شفنا اعلام اوكي بنحصل على 800. فانتوا اوكي، انا هلا ما راح اشوف اعلام مشان وقت الفيديو، لكن انتوا شوفوا اعلان يا جماعه، بتحصلوا كثير، عن جد بتحصلوا كثير، خصوصا انه تخيلوا اللعبه من زمان وقت كنا نجمع. اوكي، هو قبل كم تحديث فقط، يعني كان في مرات اوكي ما كان فيها نلعب بحريه قد ما بدنا، وكان يعطي اقل، يعني هالتحديث زايد الفلوس اوكي، فصار بيعطي اكثر. اوكي يا جماعه، فتاني احسن لعبه، او كمان هي بنفس درجه لعبه الفواكه، هي الكريزي ران يا جماعه، فصراحه لعبه خرافيه. اوكي، فيا جماعه الكريزي ران لعبه خرافيه لتجميع المصاري باللعبه. اوكي، فخلي كمان نروح ونشوف قديش بتعطينا الكريزي ران يا جماعه. اوكي هون، خلي نجي ونفوت على الجيم يا جماعه. جيم الكريزي ران ما راح اوقف اللعبه، لانه كمان بدي اقول لكم بعض النصائح المهمه اللي انا كنت اتبعها قبل ما اصير يوتيوبر، بحيث انه احسن نجيب كل البيوت اللي بالفلوس اللعبه، وجمعت لكتير اشياء تانية. اوكي، فالطريقه بسيطه جدا، انه اول شيء، اول خطوه، انه وقت تدخلوا على اللعبه لازم تكونوا حاطين ببالكم انه انتم ما جايين تلعبوا تتسلوا كتير، انه جايين تلعبوا بحريه، انه لا، انتم جايين تدخلوا على اللعبه حتى تجمعوا فيها فلوس، انه عندكم هدف، ما انه رايحين تتسلوا باللعبه مع اصدقائكم حاليا. طبعا عم تدخلوا اللعبه مشان تتسلوا، بس يعني بتكون جمعوا فيها فلوس. اوكي، هاي الفكره، وما جايين تدخلوا تتسلوا فيها انه مع اصدقائكم، تمام؟ فهذا اول شيء. ثاني شيء، ما لازم تصرف شيء، يعني انا ايس كريم مثلا باللعبه ما كنت اشتري. اوكي، في جماعه لازم كثير تنتبهوا على هيك اشياء. اللي بيسالني ليش، لانه فرضا بتنسى حالك تشتري، تخيل مثلا تكون مجمع 10000 تروح تشتري ب 2000 بدون ما تحس. اوكي، فهيك يا جماعة هذا أهم شيء، إنه ما تصرفوا شيء أنتوا عم تجمعوا. أوه ماي جاد يا جماعة، أعطوني 450، أوكي توقعت يعطوني أكثر، فهي فينا نقول تاني أحسن لعبة. فهدي في صندوق سري، أوه ماي جاد 1050، يعني كمان يا جماعة أنتوا عم تلعبوا، أوه ماي جاد جواهر كمان حصلنا. أوكي، فبنحصل فلوس جواهر كمان نحن وعم نلعب يا جماعة. فعرفتوا، فمثل ما كنت عم أقول لكم إنه أهم شيء ما تصرفوا شيء. فيا جماعة راح تنصدموا، اللعبة المملة اللي ما حدا بيحبها هي مصدر رائع للجواهر والمصاري. اوكي، هلا بتقولوا لي كيف؟ اوكي خلينا ندخل تنشوف كيف. اوكي اوكي، فخلينا ننطر يا جماعة. طبعا هي اللعبة يا جماعة الجيم فيها بيمضي بسرعة، اسرع من هدوك، وبيعطيكم فلوس اكثر من هدوك، يعني او ماي جاد، يعني شيء رائع. اوكي، فهلا يا جماعة هون شوي انا رح اسكت حتى اقعد، وما رح احسن اوقف الفيديو حتى احسن ركز. اوكي، فبدنا الببغاء الاحمر. تمام، الببغاء الاحمر. اوكي اوكي، وين الببغاء الاحمر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اوكي 14
14 اوكي تمام 14 فيا جماعه خلينا نشوف 14 فخلينا نشوف هلا قديش راح يعطينا اوكي قديش راح يعطينا فلوس اوكي احم اعطينا فلوس اوكي ليش ما اعطانا اوكي يمكن بعد ما نطلع بيعطينا ما بعرف كيف صار التحديث الجديد يا جماعه لان كثير لي زمان ما لعبت هاللعبه حرفيا يعني ما بجمع فيها لانه ممله بس كثير بتجيب فاللي بده يلعب بس حتى انه يشتري شيء بجد هاي اللعبه كويسه فيا جماعه اوكي فهلا بدي نشوف قديش راح يعطونا اوكي لانه بالتحديث القديم مو هيك كانت اللعبه انا اوكي انا ما هيك اخر مره لعبت اللعبه تمام فبس خلينا نشوف اذا رح نفوز وخلينا نطلع منها اوكي اوكي على السريع اوكي فخلينا نطلع من هكويت وخلينا نشوف قديش رح يعطونا يا جماعه ما بعرف ليش انا ما بعرف يعني جليتش صاير معي ولا شو لكن محطوط يا جماعه انه وقت نلعب مره بيعطونا وقت انه نجيب نجمه اوكي كيف نجيب فيها نجمه شو الغلط اللي عم اعمله يا جماعة ما بعرف فلوسي زادوا ما انتبهت لكن يمكن انا في غلط عم اعمله مدري اللعبة عندي مقلشة لكن المفروض يعطوني 600 على الجيم يعني يا جماعة تخيلوا انتوا تخيلوا 600 على الجيم فهي اللعبة اللي بنعتبرها مملة وهي اقل لعبة مشهورة فهي كتير شيء رائع لتجميع النقود والجواهر في جماعة انتقلنا للعبة فريزينج فان اوكي في جماعة لعبة فريزينج فان بعد التحديث حاطين انه بيعطونا 670 على الجيم الواحد اوكي فخلينا ننتظر ونشوف لانه مثل بيتبرد ما اعطاني شيء ما بعرف ليش شكل اللعبة عندي مقلشة يا جماعة لكن هي الطريقة رائعة لكسب المال باللعبة اوكي اوكي خلينا نبدا تمام اوكي اوكي صوب اوكي لكن ايه اوكي ليش هيك اوكي مشكله هاي اللعبه هي مشكله وحيده انه الجيم فيها بيطول يعني مثلا نقارن الفرق بين بيت براد وهي فبيت براد شو بثواني بتحصل 600 يمكن 600 من 400 ل 600 هيك مكتوب لكن انا ما عم يعطيني شيء ما بعرف ليش مع انه هو كان 150 ما بعرف شو سوى 600 ف يعني حتى لو بيعطيكم 200 خلوا 200 ورا 200 ورا 200 بيطلعوا اكثر من 670 اللي رح تاخذوها هون اصلا اذا جمعتوا 3 نجوم اوكي فيا جماعه شيء رائع اوكي فمثل ما شايفين خليني نلعب هون اوكي اوكي فكيف نطلع لهون تمام نحس هيك طبعا انا هلا معني لحالي هون فشي طبيعي اول شي يفوز زائد اوكي زائد انه شي طبيعي اني احصل نقاط قليله لاني لحالي اوكي اوه شو هالمكان تعرف اول مره بيجي له لان انا ما لعبت اللعبه غير بالكريسماس اوكي او ماي جاد طلع الوحش الخطير اوكي فيا جماعه بعد ما خلص الفريزينج فان لسه بس عندي فقره صغيره حتقلكم الاشياء اللي بتضيع لكم وقتكم على الفاضي فا اوكي فا او ماي جاد نحن قريبين عليه لهال اوكي تمام هاي اوكي الو اوكي ليش ما عم يصيبه اوكي يا جماعه عم ندمره اوكي تمام دمرنا يا جماعه بقى 40 ثانيه 45 44 43 اوكي لا راحت هاي الطاقه مننا اوكي فخلينا نرجع هيك اوكي 30 ثانيه يا جماعه يعني نص دقيقه لسه اوكي تمام اوكي حصلنا على هاي الطاقه مره ثانيه وهون انا بدي بس حتى احصل على نقاط لانه مثلا وقت احيانا العب معكم باللعبه كثير كنا نحصل نقاط بالالاف لكن هلا شو حصلت انا 700 اوكي تمام اوكي 5 4 3 2 1 خسرنا فزنا قصدي اوكي يا جماعه خلينا نشوف قديش راح يعطيني نجم 3 نجوم 673 اوكي يا جماعه 673 هي كمان لعبه رائعه لكن ليش مثلا اربح لكم لعبه ثانيه لانه هي الجيم فيها بيطول اوكي فيعني ما يعتمد على العاب ثانيه اكثر رح يستفاد فهلا خلينا نجي على الاخطاء انه تعتمدوا على هيك العاب بالتجميع اوكي مثلا خلينا نلعب هاي فالكون اكس دي اوكي رح خسر حالي ما تخافوا فورا اوكي بس حتى نجمع لنا هيك كم نقطه
اوكي خليني اخسر حالي ثواني كيف اوكي خسر خسرت تمام شو جمعت 25 كوين او ماي جاد كثير كثيره مو هيك فيا جماعه هاي لعبه فالكون اكس دي لعبه زفتيه جدا وهاي كمان هاي كمان اللعبه ما انا ابدا كويسه اوكي شوفوا ها هاي كمان اوكي ثواني هاي بدي اخسر حالي اوكي وقت بدي اخسر ما بقى بخسر اوكي كمان حصلت 25 انا اكثر شيء حصلت فيها يمكن تقريبا 75 فا اوكي فكمان في خطا ثاني اوكي ف يا جماعه هلا لعبه البيتزا لعبه سيئه جدا اوكي لعبه البيتزا لعبه سيئه جدا اوكي فكمان لازم تجنبوها وبدي اضيف الى نقطه انه ما تشتروا شو اسمه انه ما تصرفوا مصاريكم على اشياء ما بدكم اياها اوكي بس عم ارجع اذكركم بهالنقطه لان اذا صرفتوا ما رح تحسنوا تجمعوا اوكي فقد ايش صارت بتعطينا 300 يعني يعني هذوك الالعاب بيعطوكم الضعف حرفيا 330 هاي بتعطيكم هذوك الالعاب بيعطوكم الضعف حرفيا يا جماعه اوكي وبرجع بقول انه اكثر غلط انه انكم مثلا تروحوا مثلا انتم بدكم تجمعوا لبيت تروحوا تصرفوا كل يوم عبيضه مثلا او شيء شغله عرفتوا غير بس انتم عم تجمعوا لبيضه شيء ثاني اوكي فيا جماعه فيعني بس بدكم اصلا معكم لنهايه المقطع لليوم اليوم قلت لكم شو هي افضل طرق حتى تجمعوا مصاري والطرق اللي انا محببه اللي رح تضيعوا وقتكم فيعني فلا تنسوا اذا ما كنتم مشتركين بالقناه تشتركوا وتضغطوا على زر اللايك وكان معكم ريان وبس مع السلامه.